اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في تقرير جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. نتحدث في هذا التقرير عن نوع من الضبابية في الأسواق، أو خلينا نقول بشكل أكبر تخوف من قبل المستثمرين نتيجة مجموعة من الأحداث المهمة التي تسيطر على مناخ وأجواء الأسواق في الوقت الحالي. نسلط الضوء أولا على الشهادة التي سوف يلقيها أمام الكونغرس كومي، وهو رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق. وهذه الشهادة هي حول التخابر ما بين الرئيس الأمريكي ترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية، وذلك فيما يتعلق بمعلومات قدمها ترامب والإدارة الجديدة لروسيا حول داعش أو وما يحدث هناك في الشرق الأوسط. طبعا هذا من شأنه أن يؤثر على الأسواق بشكل كبير جدا، ولا ننسى مجموعة الأرقام المخيبة للآمال التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من يوم الجمعة الماضي الذي كان فيه النون فارم بيرول، وأيضا بيانات الاي اس ام لقطاع الصناعات التحويلية ولغير قطاع الصناعات التحويلية، جميعها عم تكون نشوفها سلبية أو أقل من المتوقع، وهذا يؤثر إجمالا أو على أداء الدولار الأمريكي. في نفس الوقت الانتخابات البريطانية وخوف أن يكون هناك تراجع في الماجوريتي أو الأغلبية لحزب المحافظين بقيادة تيريزا ماي، وهذا سوف يحدث انقسام داخل البرلمان البريطاني، وطبعا ذلك سيصعب من عملية البريكزيت ومن المفاوضات في تمرير القرارات من البرلمان البريطاني. نضيف إلى هذا كله أيضا يوم غد المركزي الأوروبي وبيان سياسة النقدية، إضافة إلى اجتماع سياسة النقدية، إضافة إلى شهادة ماريو دراغي، طبعا ليس دوفش أو أقل تيسيرية في الخطاب سوف تكون آثارها قوية جدا على اليورو بدفعه لمزيد من الارتفاعات أمام الدولار الأمريكي. جميع هذه النقاط من اللي يستفيد منها حاليا؟ الذهب الذي يتمكن من ملامسة 1295 دولار للأونصة. لازلنا نشير إلى أن الذهب يستغل المومنتوم أو الزخم الحالي بنتيجة البيانات المهمة والمؤثرة على شهية المخاطرة لدى المستثمرين، لكن لا يوجد لدينا أحداث ذات تأثير كبير تدفع الذهب للارتفاع. طبعا نقطة إضافية، الهند الأكبر مستهلك للذهب في العالم بشكل فيزيكال فرضت ضرائب جديدة في الهند على اقتناء الذهب، وهذا سبب طبعا هذه الضرائب قالت أنها سوف تفرضها، وبالتالي كان في عندنا نوع من الاندفاع نحو شراء الذهب في الآونة الأخيرة بشكل كبير عم نشوفه على الذهب فيزيكالي أو بشكل ملموس أو الذهب المادي، طبعا يشكل 20 إلى 30% من التأثير على أسعار الذهب نتيجة أنه النسبة المتبقية هي نتيجة المضاربات وصناديق التحوط هي التي تحرك حقيقة أسعار الذهب بشكل أكبر، ولكن عامل إضافي لدفع أسعار الذهب في الآونة الحالية، وننتظر أي ريفرسل سيجنال أو إشارة إنعكاسية لنعاود التفكير بالبيع على المعدن الثمين الأصفر.